نذهب الآن إلى ناحية السلام بمحافظة ميسان، وهناك مواطن يشتكي سوء حاله بعد أن غمرت المياه منزله وأفسدت وأتلفت ممتلكاته. لا أكيد وطحي الغار والكراتين غطيت، الله شاهد. تعال شوف شوف، هاي هاي الحصان، هاي هذا فراش ليك كبر الماي، ما وعدنا عني غطر حتى كراتين. هذا المطر خوتي، الله شاهد. هاي هاي شوفون هالغطر فراش ليك، هاي هاي طلعت هي هاي، وريد من الحكومة ساعدني مساعدة. ها شوفوا هاي غرابنا، شوف هاي بالفرن، هاي بالفرن كم غرقة، هاي شوفوا هاي تريد احنا، اريد من الحكومة ساعدني. ها شوفوا معينة ما لحقنا، وريد الدولة تساعدنا. كميك العباس مريضاني وما عندي، كميك العباس لا غاز لا كلها وقود، حتى التنور ما يطيح انهدم، شو نسوي؟ والكهرباء قامت تلتفين، طحنا فيها وصلنا. شوفوا النظام، شوفوا هي هاي ما لحقت تطلع غلط، والله ما لحقني. انت عشوش على المي غطاني، وينك بين المغرب غطيت ما تلحقني، والله تغلط وغلط غلط كذي. هسه شنو شغلك تطلب الناس؟ الريد.